عجينه الزلابيه مقاديرها على الشاشه. استاذ الاستاذ رحاب نطلع بمقاديرها قبل الفاصل. قصدي اللؤيمات. اللؤيمات هي الزلابيه. اللؤيمات من المطبخ الاماراتي بدبس التمر، عباره عن كوبايتين من الدقيق بياخدوا معلقتين من النشا، معلقه خميره، رشه ملح. بنعجن العجينه وبياخدوا معلقه نشا صغيره وتبقى معانا بالشكل ده كده. فانا مع حضراتكم قبل ما اطلع الفاصل، خلونا نشوف قوام ولمسه العجينه بتاعه الزلابيه بالشكل ده كده. اهو اهو جيبها لي يا شباب الله يوفقكم. اهي العجينه بتاعه الزلابيه، اهي اهي هي دي العجينه، لازم تطلع معاك كده بالشكل ده كده اهو، وتمطيها كده اهو اهو. شفت تبقى معايا كده اهي، ادي العجينه اهي اهي. شوف رايحه جايه معايا ازاي، اهو رايحه جايه معايا اهو. اسماعيليه رايح جاي اهو اهو. ادي العجينه بتاعه اللي لؤيمات من المطبخ الاماراتي. خلونا نطلع فاصل صغير واعيش انا مع العجينه بتاعه اللطيفه الحلوه دي كده، عشان احمرها في قلب الزيت، وبعد كده تنزل على شربات من دبس التمر، مش الشربات بتاعنا بتاع الكنافه، لا شربات دبس التمر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض البوريك اخباره ايه، تفاصيل. نطلعه فوق يتحمر شويه. يلا اصحى، هو ده فكرني بيه يا فاروق. الزيت اخبار اللؤيمات اخبارها ايه؟ نروق الدنيا كده عشان عايزين نحمر شويه لؤيمات حلوين. ما عنديش شربات ولا حاجه، ده انا هخليهم يشربوا شربات دبس التمر. واطفي النار دي كده، اللهم صل على النبي. والنار دي كمان اطفيها عشان ما ينفعش، لان ممكن الاطفال يخشوا يبوظوا لك الدنيا. حلو، وتعالوا نحمر مع بعض سريعا واحنا شغالين كده. اه العجينه هتحمر اللؤيمات. يبقى اول حاجه تعملي ايه؟ تشتغلي كده، تعمليها كده اهو، تهديها كده اهو. شفت العجينه اهي اه. ونبدا ان احنا نشيل ده كده، اللهم صل على النبي، ونحمر شويه مع بعض سريعا، ولو ربنا يقدرنا نحمره هنشوفه مع بعض دلوقتي سريعا اه. اهم حاجه دبس التمر ده، هتقولي لي بيتجاب منين؟ ده في المحلات بيتباع زي دبس الرمان كده، موجود عندنا اهوت. بنحط اللؤيمات بعد ما نحمرها في طبق التقديم، وننزل عليها بدبس التمر. دي اللؤيمات الاماراتيه. بناخد المعلقه بتاعتي، والزيت اخباره ايه؟ اهو اللهم صل على النبي. حلو اهو اه، التحمير ده، والزيت يكون هادي علشان ما تحمرش معاك بسرعه اهو اهو. بتحط المعلقه في الزيت وانت بتشيلي كده اهو، والمقادير على الشاشه. 3 كوبايات من الدقيق ولا كوبايتين يا استاذ رحاب؟ كوبايتين دقيق، بياخدوا معلقه نشا او نص معلقه نشا صغيره. بتاعتنا بتاخد معلقتين كبار، دي اديها نص معلقه بس، ممكن من غير النشا تبقى معاك حلوه، لان لازم تكون طريه من جوه. شفتي اهي، شفتي العجينه اهي، مش عايز تطلع من الطاسه. حلو، والزيت معايا زي الفل الحمد لله، واستنى عليها لما تتحمر، ويا رب الوقت ربنا يبارك لي فيه. ويقولوا لي معاك يا شيف كمان نص ساعة، هتلاقي الأستاذ أحمد عوض جه وقف على راسي أهو. كفاية دول؟ كفاية دول أه تمام. تعالوا نطلع اللؤيمات بسرعة على دبس التمر عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي أه. إيه الأخبار؟ طيب أنا طبعًا سيبوني أعيش مع تقليب اللؤيمات، هي الفكرة بس عايز أوصلها لحضراتكم. دي هتتحمر تبقى مقرمشه من بره ومن جوه طريه، وهنزل عليها بدبس التمر اللي معايا ده كده عشان تعرفوا مراحل العمل، وسيبوني اعيش معاها. مطبخنا النهارده مطبخ اماراتي، بوجه له تحيه كبيره من القناه الاولى. احنا بنفطر فطوركم النهارده عشان بنحبكم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.